حضرت مظاهر الاحتفال وغاب المحتفلون. ظل تمثال أتاتورك وحيدا هذا العام، لا أحد هنا لإحياء الذكرى المئوية الأولى لتأسيس البرلمان وعيد الطفل التركي. فيروس كورونا هادم الاحتفالات ومفرق الجماعات، قضى على كل مناحي الحياة. حظر للتجوال في كل مكان. السوق المصري قبلة الأتراك قبل شهر رمضان، تحول هو الآخر إلى ما يشبه مدينة أشباح. المحال مغلقة، لا شيء سوى الصمت المطبق. بالكاد صادفنا شخصا في مدينة حاصرها الحظر. كان هذا الميدان والسوق يضج بالحركة. أذكر قبل يوم واحد من رمضان الماضي المنظر يفطر القلب، ولم أعهد إسطنبول في حياتي تعيش لحظات حزينة كهذه. حمام إسطنبول هو كل ما تبقى في أيام الحظر. أما الأهالي القابعون خلف جدران منازلهم فأملهم الوحيد أن تنقشع أزمة الوباء وتعود الصورة الجميلة لمدينتهم. من كان يتخيل أن تصبح إسطنبول في مثل هذه المناسبة بهذا الشكل؟ لا مارة ولا باعة ولا محتفلين، توقفت الحركة تماما، لكن الصورة في هذا المكان لم تكن كذلك قبيل يوم واحد من رمضان العام الفائت. كان كل شيء طعمه طعم الحياة. هكذا كان حال هذا السوق، عصب الحركة لسكان إسطنبول. تجولنا فيه قبل يوم واحد من دخول رمضان المنصرم، كان ينبض بالبيع والشراء. اليوم يشتاق الأتراك لضجيج شوارع الأمس، للموسيقى التي كانت تصدح من أزقتهم. لسان حالهم يسأل، أين أيام إسطنبول القديمة قبل أن يجتاح البلاد وباء كورونا؟ عدنان جان العربي، إسطنبول.